ايتما اسماء، معكم حبيبتكم اللي هي غادي تحبكم قاد الدنيا. الفيديو تاع اليوم هو العوده الى المدرسه، سواء كنت تقري في الصيام ليسي ولا الجامعه. يا عندي بزاف صوالح نقولها لك وعندي بزاف صوالح ننصحك بها، وهذو الصوالح اللي ننصحك بهم ماشي جابتهم غير هاك، جابتهم من حياتي الدراسيه، باسكو يا قلع قلبي واش شفت كوارث في حياتي الدراسيه. المهم الفيديو تاع اليوم بالذات راح نحكوا على المكياج، صاي و سمعيني غايه وحلي ودني غايه، باسكو الهضره اللي غادي نقولها لك ما غاديش تسمعيها هاك وهاك، وغادي نهضر معاك شغل انت يا صاحبتي، انت يا اختي، انت يا بنتي. نعطيك صوالح اللي يفعوك، راكم شايفين كيفاه. ما راني جايه هنا نوري لكم مكياج اوفر، ما راني جايه ندير لكم لوك يكون شباب بزاف باش نبين روحي بلي شوفوني انا نعرف ندير مكياج، لا، جايه نوري لكم مكياج اللي ديريه كي يشوفوك الناس يقولوا لك يا عمري سو كيوت، شعل شابه، شعل حلوه، هاد الشيره شعل تبان مينيون، راكم شايفين كيفاه. ماشي راني بايتك ديري مكياج اللي كي يشوفوك يقولوا قلع قلبي هادي باين عليها عود. سي بون، شوفوا نصيحه الاولى للبنات اللي يقراو في الصيام. حبيبتي الا كنتي تقراي في الصيام شوفي ما ننصحكش كامل 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 انك ديري مكياج. علاش؟ لانك سقنوحه، صاي مازال كي شويه سقنوحه. الا كنتي تحبي ديري بزاف مكياج ديري في حياتك اليوميه، ديري في داركم، ديري كي تخرجي مع صحاباتك، بصح ما ننصحكش كاع ديريه كي تروحي تقراي في الصيام. علاش؟ خاطرش حاجه الاولى الاستاذ تاعك كي غادي يدخل ويشوفك دايره مكياج ش راح يدير في راسه؟ راح يدير في راسه بلي هذه شيره ما راهي جايه تغرب، هذه حاجه الاولى. حاجه الزوجه غادي يظلمك في النقاط كي شغل كي يدي عليك هذيك النظره بلي انت ما راكيش جايه مركزه على القرايه وراكي جايه مركزه على صوالح اخرين، يظلمك في نقاط المشاركه، يظلمك في بزاف صوالح. راكم شايفين كيفاه. على بيها الا كنتي تقراي في الصيام وكنتي تحبي الماكياج بزاف، نصحك ديري شويه تاع ماسكارا. هذه هي ماسكارا حبيبتي، شويه تاع ماسكارا في الرموش تاعك وبزاف عليك الا كنتي تقراي في الصيام. دركا راح نقراو، دركا راح نحكو على البنات اللي يقراو في الليسي. شوفي حبيبتي في الليسي ديجا كي غادي تجي تدخلي تلقاي هذاك المرشد الاجتماعي يحكي لك على الطابله، يحكي لك على الطابليه، يحكي لك على القش تاعك، يحكي لك على ديري هادي ما ديريش هادي، معناها بلي انت راكي في حراسه مشدده. ماشي كيما صحاب الجامعه، صحاب الجامعه ما كان حتى واحد راح يدخل روحه فيها، ما كان حتى واحد غادي يدخل روحه في قشك، ما كان واحد غادي يجي يقول لك ما ديريش هادي وديري هادي. في الجامعه انت حره ديري واش تبغي، صح؟ سما كي تكوني تقراي في الليسي، شوفي نصيحه تاع اخت راني درت لكم واحد الفيديو سميته ماكياج لوك تنديره في الليسي، غادي نخليه لكم هنايا، ننصحكم تروحوا تشوفوه باسكو فريمون راح يفيدك، ونصحك انك ديري هذاك النوع تاع الماكياج. شوفي الا كنتي تقراي في الليسي ما نصحك ديري ماكياج بزاف حدك، شوفي ديري ماسكارا، ديري اونتي سيرن، الا كفيك الحب بزاف وكل شيء ديري شويه تاع فوندو تاع اوكي. وشوفي غادي دروك ندير ماكياج لصحاب الجامعه ولصحاب الليسي، واو ميم طو غادي نحكي لكم شمال صوالح اللي ما ديروهمش اللي تكون تقرا في الليسي، وصوالح اللي وحده تكون تقرا في الجامعه ما ديرهاش. ومن تالي باش نكون صريحه معكم، انا جيت في هذا الفيديو باش نركز بزاف على البنات اللي يقراو في الجامعه، نوري لكم الطريقه الصحيحه اللي لازم عليك ديري بها ماكياج في الجامعه. علاه؟ لان باغيه تا كي ديري ماكياج كيما قلت لكم تباني بلي بنت حلوه، بلي بنت شابه، مانيش باغيه كي يشوفوك يقولوا بلي عليك عوده، يقولوا عليك بلي هذه جايه تصيد عريس، بلي هذه حتى لو كنتي عمري راح تصيدي عليك ما تبينيهاش طايطاك، شغل شايفه كيفاه. المهم جو بونس هضرت بزاف ياك، بصح الله غالب اوبليج عليا نهضر بزاف باسكو عشا شايفه كوارث انايا في الجامعه. يا قلع قلبي قلع قلبي كون جيتو تشوفو انا شراني شايفه في الجامعه بنات يديروا ماكياج شغل ما عبالهمش، حتى واحد ما عطاهم نصائح، حتى واحد ما نصحهم، هما حاسبين روحهم بلي راهم يبانو نورمال، حاسبين روحهم بلي راهم يبانو شابات، بصح شهوالا الناس اللي حداهم كاع يكريتيكو فيهم ويقولوا عليهم بلي راهم يبانو كاتاستروف. على بها اليوم جيت باش ما تطيحيش انت هي اللي كتشوفي فيا في الغلطات اللي طاحوا فيها هذوك البنات اللي كانوا يقراو معايا في الجامعه. الحاجه الاولى، الغلطه الاولى اللي يديروها بزاف بنات، يا تقريبا 75% من البنات اللي شفتهم يديروا مكياج، هي انها ديريكت تقدر فوندو تاع وديرها الوجه تاعها. شوفي حبيبتي تي دوكا كي تكوني تقراي في الجامعه ولا تقراي في الليسي ولا تكوني خدامه، راح تشوف راح الناس يشوفوك في الشمس، راح يشوفوك وانت تعرقي، راح تبقاي دوري بزاف تتحركي بزاف، راح يتحلبولك بلي راكي دايره فوندو تاع، وانا مانيش باغيه الناس تحلب لك بلي راكي دايره مكياج.
كم شايفين كيفاه، راني باغيه الناس كي يشوفوك يقولوا بلي هذه شابه بلا مكياج. هذا هو الهدف تاعي من هذا الفيديو. لا لازم قبل ما ديري مكياج ديري برايمر ولا باز دو مكياج. بالنسبه لي انا المنتج اللي نستعمله يوميا ومهما كثرت مكياج ما يتحلبوليش بلي راني دايره مكياج، حتى لو كنت في الشمس، لو كنت نعرق، حتى لو كانت مست البشره تاعي ما يتحلبوليش كامل بلي راني دايره مكياج، هو لو سيروم ايدغاتون برودوي دو لوكس اللي وريتها لكم المره اللي فاتت في الفيديو. عبالكم بلي هذا المنتج ما راهوش غي برايمر، ما راهوش غي باز دو مكياج، وانما هذا المنتج يخدم باش يساعد البشره تاعك على التجدد، وراني هضرتها لكم في الفيديو اللي فات. معناها الا كان فيك حب الشباب ولا كان فيك اثار حب الشباب ولا كان فيك سيكاتريس ولا كان فيك اي مشاكل من اللي نعانوا منها كامل احنا البنات، هذا المنتج راح يساعد البشره تاعك على انها تتجدد، والبشره تاعك لما تتجدد راح تتخلص من كامل هذوك المشاكل. الحاجه الزوجة انه هذا المنتج راح يكون عازل ما بين البشره تاعي وما بين المكياج، معناها كاع اضرات علي في المكياج اللي خاف عليهم انا في حياتي اليوميه، يعني كاين شي مكياج فيه مكونات تضر بالبشره تاعنا، لما ندير هذا المنتج قبل ما ندير المكياج راح يحمي لي البشره تاعي من كامل الاضرار تاع المكونات اللي كاينه في المكياج تاعنا. شغل انايا راني ندير مكياج، راني عايشه حياتي اليوميه، وفي نفس الوقت راني نعالج في البشره تاعي. طريقه الاستعمال تاع هذا المنتج هي انه ندير راح نرش هذا المنتج على الوجه تاعي، ومن بعد كي اش ندير راح نقوم بتدليك هذا الماء. يا ربي كي ديزولي، اسف على الاصوات اللي راني ندير فيها، مي على بالكم نقول لكم حاجه. كون ندير في مكياج تاعي احسن حاجه عندي اني نقعد ندير مساج البشره تاعي، نحس بواحد الراحه واش عقلكم قداه. قبل ما ندير مكياج دائما دائما نقعد ندي وقت وانا ندير في المساج، ديجا شوفوا شويه هكا درته ديجا البشره تاعي بدات تمتصه. ننتقلوا للكريم الاساس. اخر شهرين الكريم الاساس المفضل عندي هو لانكوم، هو هذا. وحاجه واحده اخرى، ما تنساش توصلي الفون دو تا في ودنيك اوكي، وفي الرقبه تاعك، يعني توصليها تاني تدمجيها تحت في الرقبه تاعك. كونسيلر انتي سيرن اللي نستعمله اخر فتره هو ديور، هذا هو. واش ديري ما تكثريش بزاف، طيب باش ما يتحلبولكش بلي راكي دايره بزاف مكياج. غادي ندير غي خط هاك وخط هاك، فوالا. وكيما قلت لك هذا الا كان عندك ليسان، الا ما كانوش عندك ليسان مش قاش ديريه، مش قاش تزيدي على روحك اوكي. ولما تكوني تدمجي في خافي العيوب كونسيلر انتي سيرن، حاولي دائما تشوفي الفوقة وتطلعي حتى لهنايا، تشوفي هذه المنطقه حاولي تطلعيه لهنايا. علاش راني نقول لك طلعيه لهاد الجهه؟ باسكو غادي يضوي لك الوجه تاعك، راح تبان كي شغل خدودك كيبانوا باللي جاي كيما حبات التفاح جايين طالعين، وفي نفس الوقت راح يضوي لك الوجه تاعك. دركا بعد ما كملت مع كريم الاساس اللي يوحد لي لون البشره تاعي ويدرك لي العيوب اللي في البشره تاعي، وراني درت انتي سيرم كونسيلر خافي العيوب اللي درك لي هاله السوداء، واش راح ديري؟ راح تجيبي فون دو تان، راح تجيبي باودر، وهذا الباودر واش ديري بها؟ غادي تفيكسي بها كاع المكياج تاعك. علاش؟ يا ريت تستعملي باسو كبير يكون كيما هكا. البنات علاش راني ندير في هذه الخطوه؟ هذه الخطوه مهمه بزاف بزاف بزاف، مالغري ماشي بزاف بنات يديروها. هذه الخطوه مالغري ماشي بزاف بنات يديروها بصح هي مهمه بزاف. علاش؟ لانه لما تكوني في الجامعه ولا تكوني تخدمي ولا تكوني تتحركي بزاف، غادي تعرقي، غادي تسلمي على صحاباتك، غادي تحطي يديك على وجهك، يعني المكياج تاعك باش ما يتحركش من بلاصه تاعه، باش المكياج تاعك كيما درتيه يقعد، حاولي انك تثبتيه بباودر اوكي حبيباتي. والباودر هذه اللون تاعها يكون نفس لون البشره تاعك. راح نروحوا للصح، شوفوا البنات كونتورينغ ما يندارش في النهار، الكونتورينغ ما يندارش في الجامعه، ما ديريش حاجه يسموها كونتورينغ،
الا بغيتي زعما ديري شويه تاع برونزر. يا ممنوع ممنوع ممنوع، حاجه سموها كونتوريك تندار في الجامعه، راح تباني باللي راكي اوفر، راح تباني باللي راكي دايره ماكياج. وانا راني باغيتكم في هذا الفيديو تباني باللي راكي شابه، وتبانيش باللي راكي دايره ماكياج. على بيها على تحكمي برونزر يكون زوج درجات ولا ثلاث درجات اغمق من لون البشره تاعك، وراح تحكمي بيرسو يكون كيما هكا، الشعيرات تاعها يكونوا مفتوحين صح. وهذا البيرسو راح ديري طب طب يعني راح تمسي البرونزر تاعك زوج خطرات، وبعد كي ديري كيما هاك باش كاع البرودوي اللي راه زياده يطيح منه. ش معناها؟ معناها كش راكي ديري طبطابه صح، فوال، وطبطابه ديريها خفيفه. علاش؟ باش تباني بلي شغل راهي ضربتك شويه تاع السمش، راكي شويه مبرونزيه بصح ما يبانش بلي راكي دايره برونزر. سي بون، البرونزر كيفاش يديروه؟ غادي ديري البرونزر ش معناها؟ معناها شغل ضربتك الشمس الوجه تاعك وتبارك تباني شويه مبرونزيه، يعني راح ديريه وين ما تتبرونزي كي تضربك الشمس، راح نديره شويه في الجبهه تاعي وراح نديره شويه في الخدود تاعي، فوالا هاد المنطقه. ولما نجبده من الخدود تاعي راح خدودي يبانو شغل تبان باللي العظمه تاع الخد تاعي راهي باينه، يبانو باللي عندي الخدود تاعي جايين بومبي، جايين طالعين، جايك شغل عندي تفاحات. حاجه واحده اخرى اللي نحب نعلق لكم عليها وهي احمر الخدود بلاش فغاجو. البنات ما تديروش فغاجو تباني كي شغل كلون، ما تكثريش بزاف، وما ديريش لون ما يجيش على اللون تاع البشره تاعك. علاش حنا نديرو احمر خدود؟ باش تباني باللي بشره تاعك صحيه، تباني باللي صحتك راهي مليحه، وباش كي تضحكي تبان باللي شغل راكي حشمانه. شايفه كيفاش تبان هذاك الليفي تاع حشومه عندك؟ باش نديرو وكثروا درجه تباني كلون. هذه بزاف غلطات كانوا يديروها البنات. راكم تشوفوا في هاد الباليت، باليت راح نخير هاد الالوان. هاد الالوان ثلاثه جايك شغل راح البينك، جايه راح ما بين البينك والموف صح، و تبان شغل كلير بزاف، وفي نفس الوقت تجي على اللون تاع البشره تاعي. وراح نستعمل باسو داير كيما هاك. الحواجب، ما تطراسيش حواجبك بالجال، ما ديريش حواجبك اوفر، ما تبينيش بلي راكي راسمتهم، ما لازمش تباني بلي راكي رايحه العرس ولا راكي تباني خارجه من سواري. الحواجب تاعك حاولي كم تشوفوا هاد لاباليت، هادو راهو فاغ بوبي سي بون. ملي فاغ بوبي هادو راح نخير اكثر لون مناسب للحواجب تاعي. انا بما اني راني دايره شعري في الاحمر غادي نخير هاد اللون اللي رايح للمارون فرونسي، وغادي نابليكي باسو داير كيما هكا، جاي بوينتي من فوق وجاي تاني بلا. كم تشوفوا الفرق ما بين هاد الحاجب وهاد الحاجب؟ واش درت انايا كشغل هاد الحاجب؟ ما خربت لا في لافورم تاعه، ما خربت في والو. واش درت؟ راني عمرته وزاد بان اللون تاعه، لانه انا حواجب تاوعي اللون تاعهم يعني جاي اشقر فاتح، ما راحش يبانو بصحتو كي راني دايره شعر تاعي كيما هكا. على بيها حاولت انه لون الحاجب تاعي يكون على نفس، ماشي لون شعري، لون شعري احمر بصح يكون شويه غامق. كم شايفين كيفاش؟ وفوالا كيفاش راني مطراسياته، ماشي بان بلي حاجه اوفر، ماشي بان بلي مطراسي كيما هادوك بلا ما نقولوا باع. اوكي عينيك واش راح ديري لهم؟ راح ديري ايلاينر وراح ديري ماسكارا. بس ايلاينر وماسكارا بس راني نقول فيها ونعاود، خاصه انه هذه الدخله يعني تاع الجامعه ولا دخله تاع الليسي، ما لازمش تباني بلي راكي دايره بزاف ماكياج. شايفه كيفاه؟ خاصنا نبانو بلي حنايا عاقلات وحنايا ترونكيل وحدنا حد روحنا ومسكينات. وك شايفين كيفاه؟ بلا ما نقول لكم نوموركم فهمتوا الفكره كاع كيما دارت. واذا لاحظتوا راني دايره خط خفيف وجبدته غير شويه مع التالي، مانيش دايره حاجه غليظه، مانيش دايره حاجه اوفر. ما ديريش حاجه اللي تبلع لك عينيك، ديري حاجه اللي توالم لك عينيك، تكبر لك عينيك، تبانو عينيك كيما تاع القطه. ولا ما ديري ماسكارا حاولي شغل ماشي ديري غير الشفار تاعك، وانما جبدي حتى تحت الشفار تاعك باش تعمريها بالنوار، باش يبانوك شغل شفارك كبار وباين تباني بلي شغل
كي شغل راكي مكحله عينيك وانت ما راكيش مكحلتهم. دوك نوريكم كيفاش راني ندير. في الكاميرا الشفار تاعي ما راحش يبان لكم غايه لانه عندي اضاءه بزاف هنايا، الروج تاعي ما راحش يبان لكم واضحين بزاف. نكمل العين الزاوجه وراني نولي لكم. شوفوا كي يكون في الكاميرا ما نقدش نقعد نخدم ايلاينر تاعي باسكو نقعد ندير هكا ونكسر في عيني. اما انا راني درت عين قدامكم، درت لها ماسكارا ودرت لها ايلاينر، والعين الزاوجه راني خدمتها طفيت الكاميرا وخدمتها. شوفوا الا راكم تلاحظوا دركا راني دايره رموش، راني دايره رموش. نتوما ما ديروش رموش في الجميع لانه كي غادي ديري رموش راح تبان حاجه اكسترا، حاجه زياده، حاجه باينه. ننصحك انك ديري رموش عند كوافيس تاع رمش برمش احسن من انك تابليكيهم كيما هكا. علاش انا درتهم؟ درتهم انا خاطرش في الاضاءه بزاف رموش كاع ما راحش يبانو وراح نحس باللي عينيا راهم عريانين. هادي حاجه ديرونجيني، نحس عيني راهم عريانين، سي بور سا لي درت رموش. بصح انتيا با اوبليجي عليك ديري رموش، ماسكارا بزاف عليك. دركا راح نروحو للخطوه الاخيره واللي هي لابستيك. شوفوا البنات، بزاف بنات شفتهم دائما في الدخله تاع الجامعه يديروا ريد ليبستيك، يعني روج على فيكون روج ها كيصدمونا بيه. شوفي هي تقدري ديريه في الشتاء يجي شباب يجي يطبعك، بصح في الصيف رانا وديري روج راح تبان حاجه شويه فيلغير وراح تباني حاجه ما راحش تباني غايه بصراحه ما نكذبش عليك. وحنايا الرشاش راهو شيرات كاع يرماركو هاد الصوالح، على بيها مادام رانا في الدخله تاع الجامعه وراه الهدف تاعنا نديرو مكياج ما يبانش اوفر، نصحك انك يا اما ديري غلوس يا اما ديري مات. الغلوس اللي ديريه ولا المات اللي ديريه حاولي انه يكون لون فاتح، يعني يكون بيبي بينك كيما هكا، هذا ما بين البينك والموف، يا اما يكون كيما هكا في الاورانج. صح انا دركا واش راح ندير؟ راح ندير هذا الغلوس اللي رايح للون البرتقالي الاورانج. علاش؟ لانه جاي مع اللبسه تاعي اللي راني لابستها. بصح الا كان درتي غروس راح ترفديه في الصاك تاعك. علاش راح ترفديه في الصاك تاعك؟ لانه الغروس لما تاكلي ولا تسلمي على صحاباتك راح يطير، يعني راح تبقى ديري وتعاود. سيبو كيما هكا رانا كملنا الماكياج تاعنا، كيما راكم تشوفوا ماش تبان حاجه اوفر، مانيش دايره حاجه اكزاجيري بزاف، مالغري راني دايره ماكياج، راني دايره برونزر، راني دايره فوندو تاع، راني دايره اونتي سير، راني دايره ايلاينر، راني دايره ليبستيك، راني دايره بزاف صوالح، بصح شهواله نبان حاجه سامبل، ما نبانش حاجه اكزاجيري. كي يشوفوني من بعيد ولا كون نحكي مع واحد ما راحش يحس بلي راني دايره بزاف ماكياج. وشايفين كيف سيبو البنات، الفيديو راه وصل للنهايه تاعه، نتمنى تكونوا استفدتوا من كامل المعلومات اللي عطيتها لكم. خاصة عبالي هاد الفيديو راح يجي شوية طويل، مي لا غالب كان لازم عليا نشارك معاكم كامل صوالح اللي شفت البنات يديروهم وما يعجبونيش، هكا باش نتوما ما تطيحوش في هذوك الغلطات اللي كانوا يديروهم البنات الاخرين. وفي نفس الوقت كيما قلت لكم تبانوا شابات، تبانوا حلوات، تبانوا كيوت، وان شاء الله بربي نتمنى لكم عودة مدرسية سعيدة هاد العام. ان شاء الله بربي تزيروا روحكم، تفرحوا حبابكم، تشحوا في قرايتكم، تفرحوا والديكم، تفرحوا الناس الاقرباء ليكم. ما تنساش ديري لايك لهذا الفيديو اذا عجبك النصائح اللي قلتهم لكم اليوم. والبنات كتبوا لي تحت في التعليقات واش هما العفايس اللي ديروهم نتوما باش تبانوا شابات، باش تبانوا كيوت، باش تبانوا سكسي شويه. او يا مامي شداني نقول هاد الكلمه في هذا الفيديو. البنات ما تنساوش ديروا لايك لهذا الفيديو، تشتركي في القناه اذا كنت جديده معنا باش يوصلك كامل جديد، باش تتابعينا في الفيديوهات الجايه تاعنا. وما تنساوش البنات تعلقوا لي تحت في الفيديو قولوا لي شمالا اش هو الماكياج اللي راح ديريه، واش هو اللون تاع الليبستيك اللي راح ديريه، واش هو البرونزر اللي راح ديريه، واش هو اسكو راح ديري هايلايت ولا ما راحش ديري هايلايت، اسكو في عينيك راح تكثري الماكياج، راح ديري لي فيغ بوبيغ. مهم احكوا لي على التفاصيل اللي راح ديروها في الماكياج تاعكم، خلونا نستفادوا من بعضنا، نعطوا نصائح لبعضنا. ما تنساوش تكتبوا لي المنتجات المفضله عندكم، باغي نعرف شهيلة فوندو تاع المفضله عندكم، هايلايت المفضل عندكم، البرونزر المفضل عندكم، الليبستيك المفضل عندك، ايلاينر المفضل عندك، ماسكارا المفضل عندك. المهم كل كامل المنتجات تاعك اللي تحبيها كتبيها لي تحت في التعليقات هكا باش نستفادوا كامل من بعضنا. نحبكم، تهلاو لي في روحكم، ونتمنى لكم كل خير ان شاء الله بربي.